يا سلام، ونحن في ذكرى ومع إبداعات الفنان الكبير الفنان الشعبي المتميز جدا خلف الله حمد. قبل ما نتكلم عنه لابد أن نوجه التحية إلى أهلنا في الدبيبة وفي العيلفون وأهلنا البادراب وجميع أولاد الشيخ إدريس الأرباب، ونذكر الفنانين الكبار الذين أتوا إلينا من هناك، مبارك حسن بركات وسيد خليفة وأحمد المصطفى وأحمد ومحمد أحمد محمد الشيخ الجغريو وعمنا والدردي، هؤلاء الذين أسروا الحياة الفنية السودانية، ولا زال منهم من يعطي ويبدع ويطرب. يا سلام، هذه أشجان وذكريات لما أتكلم عن خلف الله حمد. أنا عشت معه سنوات طويلة ومشيت معه رحلات عديدة، وهو قبل ما يكون مطرب رجل فارس جد يعني وكريم جدا، وهو بلا جدال المطرب الأول في الأغنية الحماسية. من الستينات نشر هذا الغناء الحماسي وخلى الناس يقبلوا عليه ويستمتعوا به، ومع ذلك له إنتاج خاص، غنى رايق وناعم منافس به مطربي الموسيقى. خلف الله حمد أنا شفت أول مرة في استوديو الإذاعة نمرة 2 برنامج أنسى همومك 1960 مع الفقدناه جميعا الإذاعي الكبير خلف الله أحمد. كان معي بلبل، عثمان حميدة، الفاضي السعيد، محمود سراج، عبدليبة، حامد التاج، مجموعة بيقدم فكاهات وبيجي مطرب يغني فاصل. أول مرة جانا خلف الله ده أتذكر قال لا لا أفضل رجل تلبن صمي معك ني بيرجير في مصير وحدة لا لا أفضل. الأستوديو ولع بعد ما انتهى من الغنى. بلبل الله يرحمه قال لي خلف الله أحمد يا أخي قريبك ده تاني لما تجيبه جيب معه عربية الحريقة بالله يا أخي، ده جنن الناس يا أخي، ده شنو ده يا أخي. المهم خلف الله ظل يؤدي هذا الغناء الحماسي جدا، ثم يختم بغناء ناعم، وبعدين في الآخر بيجي يبدأ بناعم يختم حماسي. قبل ما أواصل الكلام أحيي محمد أحمد صديق ابن أخت الأستاذ خلف الله وحفيده منذر الحبر خلف الله حمد. الأولاد مين ومين؟ أولاده ثلاثة، الحبر نعم ودفع الله وضحوي. الحبر أبوك أنت؟ نعم نعم. دفع الله ودفع الله ضحوي وضحوي. نحييهم جميعا. وجدكم الكبير حمد 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 محمد حمد ده انت قلت لي حافظ من القرآن. اهل القرآن نعم واهل اللغة العربية مش كده؟ نعم. على فكرة زمان خلف الله ده كان بيقول لنا كلام باللغة العربية نحن مستغربين جايبه من وين، عرفته الليلة يعني. كنا نقعد احيانا يقول كلام كده، مرة بيقولوا له يا اخي ممكن باكر نمشي سنار، يقول والله لا مشاحة مشاحة، يقوم ودي السفر يقول لي مشاحة يعني ايه؟ اقول له يعني ما في مانع عظيم معناه كده يا عثمان حميده مشاحه دي انت كنت في الازهر مشاحه، يقول عظيم ما في لوم. بعد شويه يقوم يقول لك لا مندوحه، يا خلف الله مندوحه تشيل يا اخي، قالوا مندوحه دي معناتها لابد. مره قال لي محمد احمد عوض لا غداده لا غداده، يا محمد احمد قال اسمع عزوزه قال لي لا غداده يعني ايه؟ قلت له يا اخي لا غضاضه، قال لي مشاحة كانت أحسن. من الأغنيات اللي طالما إنه مشينا يتذكرنا رحلاتنا في السوكي، الأغنية اللي لفتت الأنظار ورقصت الجميع سيدي سيد الله راكا
سيدي حسن الرسول والده سيدي الشيخ وابن بدر. قولوا لنا يا شباب مين يقول لنا؟ شريف. ايوه الليلة في الكنداتة ما شاء الله. يلا تفضل. هايلين هايلين ما شاء الله عليكم. يا سلام يعني رجعتونا سنوات طويلة. الله أكبر. نعيمونا الجو شوية يا بناتي. غنونا ستة الشريط. خلونا نطلع من الكلام. نعم يلا نعيمونا 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 ما خلف الله كان يعني يولع وينعم يولع وينعم نعم. الصادق الياس ذات الشريط او ست الشريط. طه معك منو؟ رماز وفرح. يا سلام يعني انت جمعت الحال. حسناوات معك الليله تفضلوا. للقلوب لك طريق للقلوب لك طريق
هايل هايل واغاني برعايه ام تي ان معك هايل وهايلين اصدقاء اغاني واغاني في مدن سودانيه مختلفه طلبوا مننا اكثر من مره نقدم خلف الله حمد. اشكرهم، اشكر منهم في سنار عماد احمد قسم السيد ومدسر عبد الكريم وفي تنبول والقضارف الجيل دفع الله وفي العزازي اذكر حمد النيل ود الطيب ود علي كنتوش. هؤلاء جميعا وغيرهم من الذين اتصلوا بنا من جمعيات اصدقاء اغاني واغاني وطلبوا خلف الله، نقول لهم نحن مستمتعين معاكم بخلف الله وشكرا على رسائلكم. ونهدي الاغنيه الاتيه لكم ولجميع المشاهدين، لكن عندنا كلمتين مع ولدنا منذر. خلف الله حمد غنى لي ودراني كم غنوه امتحان كثير. انا ما تقول اي كثير كثير، ما قال ذاك، تقول انت كثير 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 ما شويه. ها والله يا طب اشهرهم 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 انا في التمني. اي والله انت حافظ يا اخي الله يا دكتور انت. انا في التمني وبعدين نجم الساعد مش كده؟ نجم الساعد نعم. ماله الحبيب جافاني الصد؟ سلام يا روح البدن. لا دي من القديم يعني، ده من التراث. لكن انا في التمني ونجم الساعد اكثر واحدة مشهورات يعني. نجم الساعد نعم. والدرادي قال فيها بيت جميل جدا. ها؟ نعم. بقول شنو؟ قلت له لما هذا جد؟ حلف الكذوب قال لي يا جد. خلي بالك في حلف الكذوب انت. شفتها الروعه دي؟ يا نادي الخدر. شوف لما كان وردي الله يديه الصحه والله يرحم عثمان حسين وسيد خليفه قاد جيل في الغنى، خلف الله حمد نافسهم بأغنية أنا في التمني، نافسهم جد، نافسنا. أنا نفس التمني دي ما دي رساجة، شوف لا صنع واحد جل البارز. أنا أنا في التمني
الله يا سلام. الشعراء غاروا من عمنا والدرادي لما عمل القصيدة دي، وقالوا يقولوا يا أخي ترى يا أخي بعد السين دي يا شيخ محمد يا أخي تكتب. وعبيد عبد الرحمن عمل له قصيدة طويلة ختمها، قال له أنت لسه في التمني والمنى في الجوامع، قال ما لك وما للغنى. لكن قبل فترة يعني السنة دي ذاتها قابلني الصديق عباس الطيب في القاهرة، بعدين قال لي السرقدور بتجري أفوق. طبعا دي حكاية قديمة جدا، كان هو والله يرحمه صديق مضوي شيالين مع خلف الله حمد، وعندنا حفلة في سنجة. أنا قمت قال يعني داير أطلع أغني معهم، فبدوا يغنوا عادي نايم كويس جدا لغاية ما وصل أنا لا أمجر الكلام وصغير أحام. طبعا دين شدوا حيلهم وقالوا أنا حاولت أطلع قلبني بالراحة سحبت ورحت نازل. بعد ما نزلوا من المسرح جانا عباس الطيب قال له أبو العباس قم جاري، قلت أنا مش قم جاري أخذ جلابيتي في خشمي كمان أغني معاكم في السماء مالي مالكم يا أخي. كان رجال الزنو لا يتعد البنات بتقوموا جارين ولا بتقولوها؟ لا قولوها في النواعم يعني. Thank you.
معك في كل مكان. هاتوا فارس الحديد يلا بدون كلام. فارس الحديد بدون كلام.
لحظات جميلة وحماسية مع ذكرى الفنان الصديق خلف الله حمد الذي لن ننساه ولن ينساه الجمهور. شكرا محمد أحمد الصديق ابن أخته. شكرا الحفيد المحترم الدكتور منذر الحبر خلف الله حمد. شكرا لكم، إلى اللقاء.